معكم هبه زعيم اليوم على لاله مولاتي. معكم شيماء غازي كرياتريس دو كونتوني سور انستغرام ابار سا انجينيور ان انفورماتيك. بالنسبه لشنو كندير في انستغرام، انا صانعه محتوى، كنوري البنات هكا كيفاش يقدروا يناسقوا الالوان في البيسات ديالهم، كيفاش يقدروا يديروا اللفات ديالهم، وكنشجع هكذا البنات باش حتى هما يديروا الفولار، ومن الفولار ان شاء الله علاش لا الحجاب الشرعي ان شاء الله. صراحه حيت عندي افكار بزاف، انا انسانه كنفكر بزاف، عندي الاوفر ثينكينغ، دوكو فاش كتجيني شي فكره في راسي كناخذها كتحدي، كنبغي نطبقها. داكشي علاش غتشوفوا واحد التنوع يعني في لي فيديو اللي كنحط مره ميك اب، مره ستيليزم، مره كنحاول نحط شي حاجه اللي مره كنحاول نحط شي حاجه اللي تقدر ما يفهمهاش اي واحد، مي جوست سي يونيدي اللي كنحاول نطبقها وصافي. صراحه بالنسبه للبدايات كانت فريمون صعيبه، ما كانتش سهله، خصوصا انني بديت بوحدي، يعني ما بديتش مثلا بحال كوبل، كنشوف الناس بزاف كيعجبوهم لي كوبل، كيعجبهم يشوفوا بحال هادشي، بديت بوحدي يعني ما كان كيبان معايا حتى شي واحد، والحمد لله حاولت انني نخدم على الكونت انستغرام ديالي وصافي. وكانوا دوك لي فيديو اللي كنحطهم في انستغرام كنهزهم كنحطهم في تيك توك وصافي. دابا التيك توك حتى هو ما بقاش بزاف ونوصل فيه المليون ابوني، وهادشي صراحه كيفرحني بزاف، خصوصا انني بديت بوحدي يعني ما كان حتى شي واحد كيعاوننا في هذا الشيء، وصافي هذا الشيء اللي كاين. صراحه فاش اول نهار حطيت بوست في انستغرام ما حطيتوش باش نوصل لهذا الشيء دابا اللي زعما الناس متبعيني وداك الشيء، كنت حطيته جوست زعما بوغ ان كونت زعما بيرسونيل، كتحطي شي حاجه لراسك. شويه بشويه الناس بداو كيدخلوني، وصراحه في لا كرياسيون ديال لي فيديو ما بديتها حتى الكوفيد، حتى انا يعني قبل كنت كنحط غير لي فوتو ديالي وصافي وصافي، يعني بدات بواحد الطريقه اللي اعتباطيه ما كنتش كنتوقع نهائيا. كيفاش بدات لا غولاسيون ديالنا من انستغرام؟ كنا كنهضروا شويه، قلنا نتلاقاو، تلاقينا مره جوج، عرفت بلي انا وياها كنتشابهوا في بزاف د الحوايج، ميم في الحوايج اللي ما كنتشابهوش فيهم كنكملوا بعضياتنا. والحاجه اللي كتعجبني صراحه في هبه انها انسانه صريحه، يعني الا كنتي غالطه ولا شي حاجه كتقولها لك، وقلبها زوين، كتبغي الخير للناس زعما صراحه، والله ماشي كنصبغ فيك دابا ولا شي حاجه، وهذه هي الحاجه اللي كتشدني اصلا في الانسان، هو الصدق وان القلب ديالو يكون صافي. وهذا الشيء عمرك ما قلت لي، غتلقاو في هبه شي عمرك ما قلتيه ليا، وعمرني تعنبت عليك قدام الناس وداك الشيء. بالنسبة للعلاقة ديالي مع شيماء صراحة علاقة زوينة، عزيزة عليا، وكنتمنى لها يا ربي يا ربي الخير كل حاجة، كنتمناها يا ربي، واللي فيها الخير الله يديرها لها والله يسهل عليها. الله يديرك اللي آمين آمين آمين. المهم راه لصقت لي لكن عادي زعما ما كنتقلقوش. واجهت صعوبات صراحة، منهم أنه كنت بوحدي كيف قلت لك، يعني ما كانش شي حد اللي غادي يقدر يبارطاجي لي مثلا لو كونت ديالي، كنت كنبارطاجي لي فيديو بوحدي، كنخدم يعني كل نهار تقريبا كنحط فيديو، حتى الحمد لله كانوا كيدخلوني لي زابوني بزاف، وخصوصا في ايام ديال كورونا هو فين كنت طلع ليا فريمون الكونت بزاف، فاش بديت كنصور لي فيديو كل نهار كنحط فيديو كل نهار فيديو، والناس كانوا جالسين في الدار بزاف، دوكو كانوا كيتفرجوا كاملين في انستغرام وداكشي وصافي الحمد لله. صراحه ما لقيت حتى شي صعوبات، يعني حيت عندك ان كونت ديالك كتحطي فيه الافكار ديالك، كتخدميهم بالطريقه اللي بغيتي. سي فري كو الصعوبات كيكونوا في الفيدباك ديال الناس، حيت كاينين الناس اللي كيعجبهم داكشي اللي كتحط، كاينين الناس اللي ما كيعجبهمش، وكاينين اللي كينتقدوا، ماشي انتقاد بناء وانما جوست زعما بور كريتيكي. صراحه بالنسبه للايجابيات والسلبيات، كاينين سلبيات وكاينين ايجابيات، السلبيات كنشوفهم اكثر من الايجابيات مؤخرا، لحقاش وليت كنشوف بزاف ديال الناس اللي فريمون كيخدموا على الكونتينيو ديالهم بزاف، يعني كيمشي كيشري ماتيريال، كيشري بزاف ديال الحوايج، كيخسر فلوس باش يطلع الكونتينيو، وحتى شي واحد ما كيتفاعل معاه، وحتى شي واحد ما كيشجعو، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ ماشي بحال كنشوف مثلا
كتجي تقدري ديري فيديو. وتا انا براسي بعض المرات كندير فيديو غير مع خويا كيطلع فيديو بوحدي ما بقاش كيطلع بزاف. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دونك الناس بزاف ولاو كيتاتاشاو لي كوبل ولاو كيتاتاشاو بحال هادشي كيبغيو يتفرجوا غير بيان سور ماشي كلشي الناس طبعا ماشي كلشي الناس مي وليت كنشوف كلشي كيتاتاشا للمشاكل فاش كتشوفي شي وحده عندها شي مشكل كلشي كيمشي يتفرج فيها كيتفاعلوا معها. ماشي بحال كنشوف ناس بزاف كيخدموا على الكونتينيو ديالهم ولكن ما كيتفاعلوش معهم الناس. صراحه بالنسبه للميكاب انا ما كنشوفش راسي زعما ميكاب ارتست زعما داكشي اللي كنديرو وداكشي اللي كنعرف ليه كنديرو. باركونت انا دابيتود كنت كنرسم صغري كيعجبني الرسم بزاف كنت كنرسم مزيان ما مشيتش فهاد لا كارير وكنحاول نخرج هاد شويه د الموهبه في الميكاب. طبعا كيكونوا انتقادات بزاف عندنا بزاف ديال الناس كيقولوا لك هذاك ما حجاب ما والو غير حيديه وهذا فكنحاول انني نطور من راسي بيان سور كنحاول نخدم على هذه الحاجه. وهذه الحاجه طبعا ماشي شي حاجه زعما ما نقولش لك شي حاجه اللي زوينه ولا لا بيان سور ماشي شي حاجه اللي زوينه. دونك كنحاول انني نخدم على هذا الشيء ان شاء الله يا ربي يا ربي ونقدر انني ندير الحجاب كيف ما خاصو يدار بيان سور. بالنسبه للفكره ديال المشروع كانت عندي صراحه شحال هادي وكنت متردده بزاف ومن مور فاش تزوجت وداك الشيء راجلي هو اللي شجعني صراحه اكثر باش انني نبداه وصافي قال لي زعما غتقدري تخدمي غير من الدار علاش ما ديريش هكا وصافي بديت الحمد لله هو اللي كان شجعني بزاف صراحه. صراحة سا ديبون بحال مثلا اللي كانوا خداو ليا بزاف في الوقت هما لي دو فيديو اللي كنت حطيت في المونديال وكانوا تبارطاجاو بزاف. ميم نورا فتحي كانت بارطاجات ليا واحد لا فيديو ديال لاين وزعما صار في بليزير انا عجب الناس. هذاك الفيديو باغ اكزومبل كنت خدمت عليه 5 سوايع غير في الميكاب بوحدو 5 سوايع مي زعما شي حاجة اللي كتستاهل شي حاجة اللي كتعجبني جوكو ما كنحسش براسي ضيعت فيها الوقت. صراحة معاد انا كل مره كنطلب فيه كنقول ليه عافاك اجي تصور معايا شي حاجه يعني ماشي في الاول صراحه كان كونتر ولكن بيتي طابيتي ولا كيبغي يبان معايا دايوغ بان معايا غير في دو فيديو صافي وعجبو الناس بزاف جو بونس كتعجبهم ديك لا غولاسيون اللي بيني وبينو الله يخليه ليا وكاع الناس الله يخلي ليهم خوتو. لا صراحه انا تزوجت حيت كنت باغه بيان سور وصافي زعما كنت باغه ماشي شي واحد اللي قال لي تزوجي ولا شي حاجه انا اللي بغيت. اول حاجه زعما فاش يجي شي واحد ويتقدم ليك ولا شي حاجه خصك ديري صلاه الاستخاره وتستشري مع الوالدين ديالك وصافي هادشي اللي كاين زعما وتوكلي على الله. يعني من الاحسن الزواج على انك تبقاي مع داك السيد زعما بلا ما مزوجين. صراحه الاستقرار هنايا زوين ماشي ما زوينش وولفت صراحه ولفت وديجا شيماء قريبه ليا دونك انا ما كنعرفت حتى شي واحد هنايا من غير شيماء زعما هي اللي صاحبتي قريبه ليا وراجلي وعائله راجلي هما اللي كنمشي عندهم وداك الشيء وكاينه حتى اختي ساكنه قريبه ليا دونك ما لقيتش شي مشكل كبير. النصيحة اللي نقدر نعطيهم هو أنهم يتهلاو في راسهم بيان سور يتهلاو في والديهم و يتهلاو في الصحة ديالهم بيان سور وصافي هادشي اللي كاين. وياكلوا مزيان تبارك الله بحال شيماء كلوا مزيان وديروا السبور. عندي أصدقاء بيان سور كاينين معارف وكاينين أصدقاء. بالنسبة للأصدقاء ديالي هما شيماء وهجر صاحبتي اللي كيشوفوهم معايا بزاف صافي هادو هما الاصدقاء ديالي يعني ما كنكونش مع بزاف ديال الناس. السند كان هو الاب ديالي والله يرحمه والام ديالي طبعا وخوتي وراجلي وصافي وطبعا كيبقاو حتى صحاباتي حتى همايا الله يخليهم ليا خليك لينا انت امين. أه
صراحة بعض المرات كتجيني الفكرة أنني نبعد، ولكن كنشوف بزاف ديال الناس كيستافدوا من داكشي اللي كندير. بزاف ديال الناس مثلا كنقدر بزاف الناس كيقولوا لي هي بهذا اللون معاش نقدروا نلبسوه، عندي هذه الحاجه معاش نقدروا نلبسوها، فكنحاول انني نعاونهم وكنشوف هذه الحاجه زوينه بزاف وصافي هادشي اللي كاين. صراحه من مر الزواج بزاف كانوا كيسولوني هذا السؤال، ولكن انا راه عمرني ما درت تجميل او لا شي حاجه، راه مبينش فيها اصلا، عمرني ما درت حتى شي حاجه والحمد لله عمرني ما غندير، ومقتنعه بهادشي اللي عطاني ربي وصافي الحمد لله هادشي اللي كاين. صراحه عمرني فكرت فيها حيتاش الانسان خصو يتقبل راسو كيف ما هو. انا اونطوكا ماشي كنقول على راسي راني كامله مكموله، الكمال لله. وان بليس دو سا لي ستاندار ديال لا بوتي راه سا شونج افيك لو طون، شحال هادي كانوا بواحد الطريقه من بعد يعني ما يمكنش لينا نبقاو غير متبعينهم. حنا درنا عمليه التجميل راه غد ليه صافي تبدلوا ديك دوك لي ستاندار واش غنبقاو ديما كنحاولوا. الوغ خصنا يعني انا كيبان لي السر هو سيلف اكسبتنس، كتاكسبتي راسك كيف ما انتيا، واي واحد زوين بالطريقه اللي ربي خلقو بها وبالكيان ديالو. دوكو ما صراحه ما كنفكرش فيها وما عنديش مشكل مع الناس اللي كيفكروا فيها، يعني كل واحد حر. الجمهور كنبغي نقول لهم كنبغيكم بزاف بزاف، وانتم عزازين بزاف على قلبي، وولفتكم بزاف فريمون ولفتكم. ما نقدرش زعما ندوز الايام ديالي بلا ما نهضر معكم بلا ما نتواصل معكم. وصافي هادشي اللي كاين، والله يخليكم ديما فرحانين، والله يخلي لكم والديكم وتهلاو في راسكم، وهادشي اللي كاين الله يسر للجميع. كنبغي نقول الناس اللي متبعيني، وخا صراحه انا ما كنبغيش نقول لهم جمهور، وانا ما كنبغيش نسمي راسي انفلونسر زعما صراحه. الناس اللي متبعيني شكرا بزاف على الدعم ديالكم، والدعم ديالكم كيشكل ليا واحد لو بوست ايجابي كنقدر انني نزيد به للقدام. الناس اللي كيبارطاجيو معايا كيثقوا فيا كيبارطاجيو معايا حتى هما لي زيكسبيريونس ديالهم كنيشانجيو زعما هما يعني حتى الناس اللي متبعيني ولا البنات اللي متبعيني، يعني ماشي غير انا اللي كنبارطاجي يعني معاهم، عندها تواصل مع المتابعين يعني كاينه كومونيكاسيون بيني وبينهم. وكنبغي نشكرهم بزاف بزاف على الوقت ديالهم، على لي لايك ديالهم، على الفيدباك ديالهم كيف ما بغى يكونوا، على الانتقادات ديالهم حيت بلا بيهم ما غاديش يمكن لي انني نزيد لقدام. دونك شكرا لكم بزاف، ويا ربي تيسر الامور لينا كاملين. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.